يا حياكم الله من جديد. بلش برياضة عبد الرضا. عالم الصحة والرياضة كبير ومتسع، يشمل العديد من التمارين والحركات الرياضية المختلفة، ومنها تمارين البيلاتس التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، بل وأصبحت من أكثر التمرينات المطلوبة في مراكز اللياقة البدنية بمختلف أنحاء العالم. في الحقيقة تحظى هذه الرياضة باهتمام خاص من قبل النساء والشباب المهتمين بلياقتهم للحصول على قوام متناسق. حتى نتعرف أكثر على الفوائد القيمة لرياضة البلاتس، يسعدنا أن تكون معنا اليوم الكابتن خديجة الحرمي، مدربة معتمدة في رياضة البلاتس ومتخصصة في مجال التغذية الرياضية. راح نبدأ هذا اللقاء الرياضي بعد هذا التقرير السريع. بخفة وراح تحس بعضلات، يعني مو ضغط لا قوي، لا لازم بسيط بسيط، اضغط بسيط شوية وبس. راح تحس شد بالعضلات الذراع. أيوة. وعضلات المعدة. إيه نعم. حسيتها بس ايش كثر الفتره اللي لازم يحسها، يعني ايش كثر يضل ماسكها ذاقها؟ لا يعني هذا التمارين احنا نسويها بس يعني مثلا مو دقيقه، يمكن 10 ثواني خلاص ادى الواجب. ونقدر هم تحطها تحت راسك فتخفف الام الرقبه. في وايد ناس مثلا مشاركات عندهم خشونه بالرقبه، ديسك، او رقبتهم تتعب بسرعه. صحيح. فهذا يتسندون عليه ان الضغط يكون على هذه من الرقبه. تحط راسك تحت الباد. تحت الباد. أوكي. تحت الباد. أوكي. فانت تسحب نفسك. اوكي. فمن شايل وزن الرقبه الفتنس سيركل. تمام. فيخفف الالم التعب السريع ويقوي عضلات الرقبه والظهر. طبعا احنا تحمسنا ودشينا بالموضوع مباشره. اي بالضبط. يبي نعرف تاريخه يمكن. بالضبط لابد. ايام الحرب العالميه الاولى، رجل الماني جوزيف بلاتيز هو اللي اخترعها. هو من اصول يونانيه وابوه كان جيمناستيك. كان هو بالسجن جوزيف بلاتيز، والمكان بسيط وضيج، فاخذ مجموعه من السجناء تدربوا، وهو دربهم على تمارين رياضيه. حلو. فهو والمجموعه من السجناء ما كانوا يعانون من اي مرض اثناء وجودهم بالسجن، والجزء الثاني من السجناء اللي ما سووا معاه رياضة البلاتيز كانوا يعانون من أمراض، يعني من everything، فلو، ربو إلى آخره، يعني ضمور بالعضلات. فانتشرت فوايد، هي منتشرة. وهو رجل ألماني، واللي يروح ألمانيا وايد راح يشوفون إنه يستخدمون بألمانيا علاج طبيعي هذيل الباندز الفتنس سيركل. ووايد من الحركات اللي أنا أدربها هني بالكويت، وايد مشاركات يقولوا لي نفس التمارين اللي كانوا يعطونا إياها بألمانيا، بس هي تمارين رياضة. صحيح. معظمها سدحة قاعدة أو على فور بوينت، بس تقوي العضلات العميقة جدا. فهي ميزتها يعني تقوي العضلات العميقة، وعندنا ثلاثة أنواع من العضلات الله خالقنا فيها. صحيح. عضلة مثلا العميقة، والعضلة اللي تحرك، الستيبلايزرز والموبلايزرز. فميزتها ان هي هذه الرياضه في تسلسل حق هذه العضلات متى نشغلها. صحيح. ولازم التسلسل يكون صح. فعشان كذي اي شخص يسوي بلاتيز خلال 4-5 جلسات يقولون لكم جسمي تغير وايد. انا كل يوم وايد. كل يوم اسمعها هالجمله، الكل يقول لي الخشونه خفت، راحت، اختفت، نسيت عنها، الديسك، الركب. إيه الكل يقول لي. ليش؟ لان في تسلسل صحيح. صحيح. الله خالقنا ان لازم نمشي على هالتسلسل. يمكن هذه العضلات كابتن خديجه، العضلات هذه دمرت شويه مع الحياه، خلينا نقول البليده من غير رياضه. صح. فانت من خلال هذه الرياضه تحاولين تنشطينها بشكل او باخر. شغفك بهذه الرياضه متى بلش وشلون؟ شوفي انا كنت مدربه رياضه سويدي وسبيننج، ولاحظت ان مهما قاعد اسوي في شيء ناقص، العضلات مو، الجسم مو نفس اللي انا متوقعته، التغيير المفروض يصير. بلس صارت فيني اصابتين بعد حملي الثاني وبعد حملي الثالث. فلما رحت كنت بعدين مسافره بلندن، فقلت خلنا اراجع. فقالوا لي خديجه انت ما فيك ولا شيء، you don't suffer from anything. قالوا لي، شفت حتى ثلاثه اطباء، قدم وحوض وظهر. حلو. قالوا لي
all you need to do is Pilates. بس يعني المرأة الحامل ما عندها مشكلة أن تمارس هذه الرياضة؟ ولا إنسان، يعني كل إنسان المفروض يمارس هالرياضة. لما تقولين هذا كل إنسان، يعني ليش نشوف بس البنات وما نشوف الشباب، خلينا نقول الرجال بالكويت مثلا يقبلون على هذه الرياضة إذا حضرتك تقولين بينها؟ يمكن ما انتشرت يعني بين الرجال، يمكن الرجال بالنسبة لهم أنه لازم بس نشيل أثقال ثقيلة. صحيح. وبعدين منو قال النساء اللي عندي ما قاعد يشيلون؟ قاعد يشيلون أثقال ثقيلة ويدرون إذا قاعد يشوفون يدرون أنا قصدي منه. بس ولكن ما أشيلهم أوزان ثقيلة 20 و40 و30 كيلو إلا إذا هم داخلين معي بيلاتيز، يعني على الأقل 24 جلسة إذا بيشيلون أثقال ثقيلة قوامهم صح. صحيح. وفاهمين علي لما أقول لها مثلا رقبتك لا ظهرك القفص صدري، بس أقول هالكلام هم المفروض عارفين. عارفين. ونفس ما قلت البلاتيز تقوي العضلات العميقة والعضلات الكبيرة، فتحمي من الإصابات، تحمي من أن الإنسان يحندب، تحمي أن مثلا عندك كتف أعلى من كتف، ففي صور مثلا لما يعرضونها راح يبين أكثر. حلو. على كذي أيضا يمكن ما في حتى يمكن مدربين للحين ذكور بالكويت صح؟ يمكن الصراحة يمكن إنه ما في يمكن مدربين صراحة بكوري. ما سمعت بالنوادي إنه في حق الشباب. إيه؟ جميل. إذا تتفق هذه الرياضة مع اليوغا كابتن خديجة في إنها تحافظ على التوازن مثلا واللياقة؟ شوفي في اختلاف شاسع ما بين البلاتيز واليوغا. البلاتيز نفس ما قلت لك تركز على العضلات العميقة وتركز على قوامك، مثلا أنت قوامك غير وأنا قوامي غير. صحيح. فأثناء ما أنا أدرب أنا أنقلك حركات تناسبك، بس في حركات ما تناسبني. صحيح. فأنت شوي غير وهي شوي غير. وشوي دراسة البلاتيز دراستها أكثر مكثفة. فندرس الأناتومي، ندرس العضلات، تسمياتها، فوائدها، كل عضلة شنو وظيفتها. صحيح. يعني شوية يعني في وايد فرق صراحة، بس كل رياضة مفيدة. يعني البلاتيز أنا أمارس البلاتيز وهم أمارس اليوغا. اليوغا صحيح. إيه؟ هذه يعني لها وضعها وهذه لها هذه لها وضع وهذه هذه لها فائدة وهذه لها. فأنا دائما أقول حق المشاركات عندكم كل هالخيارات اللي أنا حطت لكم، كل هالتمارين اختاري منها، لا تنقين نوع واحد من الرياضة. صح. فقط لأن كل واحد له فائدة. ولكن الوحدة اللي فيها خشونة، ديسك، آلام ركبة، تبديل ركب، تبديل حوض، مشاكل بالحوض مثلا، هشاشة، أقول لها تستمرين مع البلاتيز دائما وتواظبين عليها، وتكون هي هذه رياضتك. يعني ما تنوعين بالرياضات، مثلا ما أقول لها دشي يوغا، ما أقول لها دشي زومبا، ما أقول لها دشي كاتل بلز، إلى أن نشوف أنا وياك إذا وضعك الصحي يسمح، إذا صحيح. عضلاتك تقوت. في ناس يدخلون يمارسون البلاتيز كل يوم غير عن وحدة مثلا ظروفها ما تساعد تمارس 3 مرات بالأسبوع. والأفضل إذا أنت تبين نتيجة سريعة وتبين حياتك تتغير 6 times a week 6 مرات بالأسبوع رياضة. يعني يوم راحة، يوم الجمعة راحة بس بدون ما تخربطون وايد بالأكل. زين. السؤال، لاحظت تركزين كثير على خلينا نقول النواحي الجسدية في رياضة البلاتيس، هل هناك جوانب روحية أيضا يستفاد منها في مثل هذه الرياضة؟ أكيد. يعني مثلا يحسون دائما بالسعادة، دائما يقولون لي خديجة نطلع من كلاسج وايد مستانسين، لأن هي فيها هرمون السعادة، رياضة تفرز هرمون السعادة. صح. عاد هذه صح. بعدين في حركات بالبلاتيز فيها تركيز قوي، يعني أدودهم إن مثلا أقولها حركي إيدك اليمين مع ريلك اليسار عشان تضبطين البنت، عرفتي؟ فهذا يساعد على التركيز وفيها تحدي. صحيح. للنفس وكومينج أوت أوف ذا روتين، يعني مو أبي أطلعهم من الشيء اللي هم متعودين عليه، خارج الروتين. خارج. إيه. طبعا الاستيعاب وايد يحسن الاستيعاب، لأنه قلت نفس ما قلت لكم في تمارين فيها تحدي للكوردينيشن. صحيح. فهي وايد تقوي. طبعا غير ان القوام يتغير، غير ان شكل الانسان اللي يسوي رياضة البلاتيز مع رياضات اخرى تفرق من شكل الانسان اللي قاعد يسوي كل الرياضات وما قاعد يسوي البلاتيز. فرق يعني شاسع. يبينا لازم نخوض غمار البلاتيز ضروري. خلينا نشوف صور معانا. يابر تعطينا الصورة الاولى. هذه الصورة شايفتها كابتن خديجة؟ والله يبي لها شوي تكون أوضح. اللي هو القوام أتوقع على أساس يساعد القوام الممشوق يمكن إذا كان. هي صورة شو المفروض الصورة الأولى تكون القوام الصحيح بعد. هذه الصورة. إيه هذا القوام الصحيح.
إذا إيه القوام الصحيح هذه المفروض طريقة القوام الصحيح اللي هو العمود الفقري يكون بس الصورة مو واضحة. هو أنا أقدر أشرح لكم، أنا دائما أقول أن تخيلوا أن أكو حبل أو خيط، فلازم نعرف أن الخيط يمشي منتصف الإذن صح، منتصف الكتف، منتصف القفص الصدري، منتصف الحوض، منتصف الركبة إلى منتصف الكاحل صح. يعني ما يصير نكون كذي، ما يصير أكون كذي لأن ما التزمت بهذه الحدود، فلازم أكو قوام نتبع. بعدين الحوض، مثلا الحوض لازم يكون حوض المرأة أو الرجل لازم يكون متساوي، ما يصير عندي حوض أعلى من حوض، ما يصير أوقف على ريل اليمين وما وأهد ريلي اليسار، لازم أوقف على ريلي ثنتين متوازن. القدم وايد نشوف ناس القدم مثلا تركيز القدم وزن الجسم حاطينه لي داخل صح أو لي برا أو على الكعب، فلازم وزن الجسم يكون متساوي. فيعني مثلا أنا وايد أشوف ناس عندي كذي، فالقدم داش لي داخل، فلما القدم داش لي داخل ايش قاعد يصير بالساق؟ الساق داش يتقوس، اي الساق والفخوذ، بعدين عضلات القدم والساق انسحبت فصارت اوفر فلكسبل صحيح، وبعدين لها اثار ثانيه. يعني الانسان بعد لما يكون اوفر فلكسبل يقدر يسوي اشياء وايد، وبعض الاشياء ما تكون مناسبه صحيح. طيب الفلات فوت، الريل الفلات فوت هل لها تاثير كذلك على هذا الموضوع؟ الفلات فوت لها تاثير وايد على الظهر، على الام الظهر بالضبط. فهم نفس الشيء دائما انا اقول حق مشاركاتي، اذا عندكم بنات صغار لازم يسوون رياضه، مثلا رياضه البالي وايد تساعد على البوينت والفلكس صح، تساعد تقوي العضلات، فلازم يعني الواحد يمارس رياضه من الصغر لان في عيوب يعني مو بيدنا صحيح. مثلا في ناس عندهم انحناء بالظهر نعم. إيه؟ مثلا صحيح. انا عندي انحناء بالظهر بسيط فهذا مو بيدي وما احتاج عمليه لانه بسيط، فانا دائما الاحظ نفسي انه مايله على كتف ايلين تو وان سايد. هذا اول. الحين عرفت ان لازم دائما انا اشغل عضلاتي، امد جسمي واتفادى العيب اللي انا فيني صحيح. وفي وايد ناس هم فيهم يعني انحناء اكثر بالظهر صاجه، فلازم تصحيحها بدل تعميقها مثلا. لازم الواحد زين. الحين قعدتنا كذي زينه ولا في شيء عادي قولها؟ لا لا زينه بس هم تقدر ايه يعني هم انك تقدر تستخدم عضلات جسمك ايه تمام إيه؟ إيه؟ دائما لازم نشد عضلات المعده ودائما لازم نسحب. هو عضلات المعده دائما مشدوده عشان الكرش لا يبين، فالواحد يسحب شويه. طيب سؤال لازم اروح النادي عشان يعني انتم ماكو بالكويت قلنا الا نوادي بنات تقريبا بلاتس، في تمارين معينه من البلاتس اقدر اسويها بالبيت؟ للاسف ما انصح لا أبدأ. والله اي لا يعني انت بتربحون غصب يعني تستاهلون والله صراحه بس انا شكرا. هو لان قلت لك هو يعني قوام يعني عاده المشاركات لما يدخلون عندي اشوف جسمهم، يعني هو في تحليل قوام، وانا ولكن يعني من الخبره يعني بنظره نظرتين اعرف شنو المشاكل صح. اعرف شنو نوع مثلا في تقعر حاد باسفل الظهر صحيح، فهذه اختار لها حركات معينه. فهي مثلا شلون تعرف ان انا مثلا فيني تقعر زايد عن اللزوم باسفل الظهر؟ مثلا هي شلون تعرف ان فيها انحناء بالعمود الفقري صحيح. هي مثلا شلون تعرفون ان عندي وزن القدم داش لي داخل؟ هي شلون راح تعرف؟ فلازم اول شيء نعرف نوع الجسم، انا اعرف نوع الجسم اللي قاعده اتعامل معاه وابتدي انا انقي الحركات حلو اللي تناسب. قبل لا نختم كابتن خديجه، في البيجنر في الادفانس اللي توهم صح. مبتدئين في العمليه شلون يبلشون معك؟ لازم يكون عندهم لياقه مسبقه ولا خلاص انا بدخل اسوي بيلاتس إيه؟ وانا اساسا ما اسوي رياضه، فشنو الطريقه معك؟ بالضبط اقول لها انت دخلي اهم شيء تكونين ماكله ثلاث وجبات الرئيسيه ولكن غنيه بالالياف والبروتين والخضار والدهون الغير مشبعه مثل زيت زيتون والدهون الاسماك، هذا عندي وايد اهم شيء. بعدين اقول لها انت بس دخلي الكلاس وانا علي الباجي، انا علي الشرح، انا علي علمك شلون تأدين التمارين، بس اذا الشخص يعني هزيل، تعبان، نقص حديد، ما في قوة، مو نايمين، مو متريقين، مو ماكلين، او في ناس مثلا يقولون لي لا انا متريقه،
اقول لها زين متعشيه؟ تقول لي اي انا متعشيه، بس صاير لها 5 سنين ما تتغدى. زين، فهذه 5 سنين بدون غدا شي يؤدي؟ خمول طبعا، تقتلين عمليه الحرق، عمليه الايض، بطء بالاستيعاب، ما في تركيز، دائما ويهم ما خلصنا التسخين 10 دقائق الوجه يقلب اصفر او بنفسجي، وتقولي لا ما فيني شيء، ما فيني شيء، او العضله ترجف تفايبريتس، يعني عضله الرجفه شيء واضح او امسكها تحس فايبريشن، هذا كله سوء التغذيه او قله بالتغذيه. طبعا احنا عندنا بالكويت الناس تخاف تاكل، بس في اكل صحي. الناس تخاف تاكل بالكويت، تحب تاكل بالكويت ما شاء الله، تحب تاكل بس تاكل الغلط، او ياكلون وجبه واحده اللي هي يعني تكون سعراتها عاليه جدا، وما كلوا الاكل الغني بالالياف أبداً. بطيئه الهضم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هذا لاحظتي ترى كلام الكابتن خديجه كله بصيغه المؤنث، وبعدين تقول مع ان المختار على فكره هو رجل، لانك تتعامل معاهم وكذا. بس يعني ترى الرجال احنا يعني شوفي اكثر مخترعين خلينا نقول، او خلينا نقول مصممين الازياء هالايام الشيف كلها ترى من الرجال. انا معاك بهالسالفه. شوف الرجال يعني انا هم دربت اخواني واهلي وابوي ما شاء الله عليك، يعني الرجال انتم ما شاء الله يعني وايد اقوياء وايد تحبون الرياضات القويه، بس دائما اقول حق اخواني وابوي اذا عندكم مدرب يوغا دخلوا كلاس يوغا، اذا عندكم كلاس اسمه ستريتشنج لازم تدخلونها، لان العضلات انتم قاعد تستخدمون نوع واحد او نوعين من العضلات، عنيف عاده، ويو نيد فلكسبيليتي، يو نيد تو ستريتش، لازم تمدد العضلات تريحها. قواك الله. شكرا. كل شكر لضيفتنا الكابتن خديجة الحرمي، مدربة معتمدة في رياضة البلاتس ومتخصصة في مجال التغذية الرياضية. أكيد الشكر لها. وإذا كان الشعر هو فن الرسم بالكلمات كما قال الشاعر الراحل نزار قباني، فلا شك أن الكاريكاتور هو فن الكلام بالرسم، حيث التعبير عن رأي أو موقف أو قضية بخطوط هزلية مفعمة بحيوية تتسلل إلى الروح دون استئذان. يحلو الكاريكاتور، خلونا نشوفه.